المشهد السياسي مزدحم وفوضى، لكن أنا أشوفه واضح خصوصا بعد جلسة أحداث جلسة مجلس الأمة اليوم. فعندنا ثلاث أطراف متناحرة تهاجم بعضها البعض بشكل مباشر ومفضوح، ولكل من هذه الأطراف جمهورها مؤيدينها. الصراع بين هالثلاث أطراف صراع قيادة عقدة زعامة. الأحداث المتسارعة الأخيرة أثبتت أن ما حد فيهم ينفع زعيم أو مخلص. منهم الأدوات ومنهم أداة لأداة، وهذا طبعا النموذج الأسوأ وهو نجم المسرحية اللي الكل مستغرب منه الحين، واللي مو أداة قاعد يتصرف كأداة، وإحنا يسامحنا أن نحطه في خانة الأدوات لأنه يبي كذي. الآن هذيل كلهم اشتغلوا خلف الكواليس وعقدوا الصفقات السياسية، وفي منهم عند ارتباطات مشبوهة. يقينا أنا أشوف زوالهم من المشهد السياسي عاجلا أم آجلا. اللي أبي أقوله أن هناك نواب، هناك سياسيين فيهم خير لهذا البلد بعضهم، لكن اللي تكلمنا عنهم الثلاثة أطراف اللي توي حكينا عنهم هذيل اللي يقومون فيه ما فيه خير للبلد، وهم مستمرين فيه وراح يستمرون فيه. وأنا نصيحة للجميع اللي قاعد يشاهدون هذا المشهد المقيت، لا تؤيد صنم، لأن بالنسبة لي تؤيد فكرة صدرت من إنسان سياسي قد تكون قابلة للصواب والخطأ، لأن لو الصنم منه فايدة كان فات بلهب. المختصر المفيد أن الصراع القائم حاليا الكل خسران فيه، والخسران الأول الكويت والشعب الكويتي. الآن جزء من المشكلة هو رئيس مجلس الأمة، نعم، وهذا مو اليوم بس، اليوم كانت الجلسة سيئة لأبعد درجة، سواء حوار كان جدا هابط، الفوضى اللي صارت، بعض التجاسر على مواد الدستور سيئة، وهي تراكمات سابقة لسنين اللي طافت كلها.